نروح لتقرير نوكيا تغلب على نوروز. هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين العراقي. نروح ويا عباس خالد ونشوف هذا التقرير. لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين العراقي استقبل فريق نوروز ضيفه دهوك على ملعب السليمانية. بصافرة زي ثامر انطلق الشوط الأول، 5 دقائق مرت جسا للنبض، بعدها بدأ أصحاب الدار بفرض السيطرة، إلا أنه في الدقيقة 18 من كرة مباغتة أحرز الضيف الهدف الأول عن طريق المحترف النيجيري زاكري. كرات عديدة حاول نوروز العودة من خلالها، لم يكتب لها النجاح، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم الضيف. مع بداية الشوط الثاني كثف أبناء ولي كريم طلعات الهجومية، ومع الدقيقة 59 يتدخل الفار طردا من نصيب دهوك ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين. ولي كريم دفع بمهاجم ثان، مروان حسين يدخل على أمل رسم البسمة على شفاه الجمهور الذي كان متفاعلاً مع كل كرة. في الدقيقة 88 زي ثامر يحتسب ضربة جزاء والفار يرفض قرار الحكم، لتنتهي المباراة بهدف الحصة الأولى. أدائنا كان ممتاز مثل ما شاهدت، يعني ضيعنا فرص، الحظ ما حالفنا، يعني الكرات اللي جتي هذه كرة القدم. أحياناً شوف فريق دهوك ما حصل على نصف فرصة سجل منه هدف، حاولنا بكل الوسائل، غيرنا طريقة اللعب، غيرنا اتجاهات اللعب، حاولنا نسجل ما توفقنا. الكرات اللي جتي بالهدف انضربت بالعمود وبالعارضة ما قدرنا نسجل هدف. نقول مبروك لدهوك، هارد لك لفريقنا. احنا اليوم يعني كنا مصممين نحقق الفوز، حتى المباراة الأولى ما راح تعتبر انه صدفة تحقق الفوز. الحمد لله والشكر، اللاعبين طبقوا اللي عليهم، مباراة بدنية على مستوى جدا عالي، نقص العدد يأثر علينا، اكو نقاط شخصيه انه يمكن اليوم الفريق خصوصا بالشوط الاول ما راح يظهر بالمستوى اللي احنا نريده اللي نتمناه، بس مخلين انه اكو اسباب اللي قلت لك بيها انه اليوم مو كافي حتى اللاعب يرجع الوضع الطبيعي. الحمد لله قدمنا مستوى رجولي، مستوى بطولي، كل اللاعبين كانوا ابطال، الكل كان قد المسؤولية رغم الطرد اللي صار عندنا. أتوقع دقيقة 60 بقينا صامدين. نوع جماهيرنا إن شاء الله نكون نادي دهوك في هذا الموسم غير عن الموسم السابق. هارد لك الفريقنا ومبروك فريق دهوك، قدرنا نستحوذ على المباراة بالكامل، ما حالفنا الحظ، شفتوا أكثر من مرة وصلنا للهدف كرتين بالعمود. الحمد لله والشكر، هذا حال كرة القدم، فوز وخسارة، إن شاء الله نعوض بالمباريات القادمة. أن تكون الأفضل لا يعني أنك ستحقق الفوز، كرة القدم تعتمد على الفرص، وهذا ما فعله دهوك، استغل الفرص وخطف نقاط المباراة 3. لقناة العراقية الرياضية من السليمانية، عباس خالد.